السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، رمضان على الأبواب. ومن أكتر الأسئلة اللي بتجيلي صيام الأطفال في رمضان. طبعا كل ما رمضان بيجي بنلاقي بقى أطفال، كل خصوصا سن 8 9 10 سنين، بيبقوا طب أنا عايز صوم السنة دي، يلا أنا بقى عايز أجرب الصيام. طبعا حاجات حلوة جدا، بس لازم نفهمهم يعني إيه صيام، ولازم إحنا كمان نكون فاهمين إن صيام الأطفال بيعتمد على أكتر من عامل. يعني إيه؟ يعني سن الطفل ده عامل مهم جدا، حالته الصحية وحالته النفسية لازم نستشير الطبيب الخاص بيه. لو لقينا الطبيب مثلا وهو في سن 8 سنين قال لنا خلاص ينفع يبدأ يصوم، لازم نفهمه اصلا ان الصيام ده بيعمل ايه في الجسم، وان هو بينقي الجسم من السموم، وان هو بيخلي حالتنا النفسية والذهنية احسن. بس ده بشروط، ان احنا لازم نشرب مية بطريقة مظبوطة، ناخد الاكل اللي يدينا كل العناصر الغذائية اللي جسمنا محتاجها، خصوصا الاطفال في مرحلة نمو اللي يحافظ على الطاقة بتاعتهم. ولازم انه الاكل يكون متنوع، يعني البروتين مهم جدا، ومهم ان احنا ندخل السمك في اكلهم. انا دايما بتكلم على السمك في رمضان لان الناس بتنساه، لازم على الاقل، في ناس بيعطشها قوي، فان احنا هناكله على الاقل مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع اللي هو زي العادي بتاعنا. نفهمه انه لازم هتاكل فراخ، لازم هتاكل لحمه، لازم هتاكل خضار بانواعه. الحاجات دي كلها مهمه جدا، ان احنا هنبعد عن العصير اللي فيه سكر كتير، نبعد تماما عن العصاير المعلبه. أهمية شرب المية بالتدريج، مش هشرب مية قبل السحور بكمية كبيرة علشان أضمن أن أنا معطش تاني يوم، دي مش حاجة مظبوطة، لأنه ده ممكن يعمل ضغط على المثانة بتاعتنا فيخلينا أن احنا نتخلص من المية الزيادة وبرضو نعطش تاني يوم. طيب الطريقة اللي الأطفال يبدأوا بيها الصيام، بننصح أنه الصيام يكون تدريجي. يعني إيه؟ يعني احنا ممكن نقول مثلا أنه أنت هتصوم اللي هو الطريقة اللي كلنا تعودنا عليها، لحد مثلا الظهر، لحد العصر، الكلام اللي احنا كنا بنعمله واحنا اهالينا كانوا بيعملوه معانا واحنا صغيرين. ممكن مثلا نقول طب انت هتصوم اول يوم رمضان، وهتصوم يوم في نص رمضان وفي اخر رمضان، تمام. ممكن نقول ان انت هتصوم عن الاكل بس ممكن تشرب مية عادي. في اكتر من طريقة ندخلهم بالتدريج في موضوع الصيام ونفهمهم موضوع الصيام. طبعا موضوع ان هم ياكلوا اكل يضمن كل العناصر الغذائيه، الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك عشان مناعتهم، وعلشان دي مرحله نمو ودي حاجه مهمه جدا. نحاول نحببهم في اطباق السلطه. السلطه الخضراء يا جماعه العاديه خالص فيها كل حاجه ممكن جسمنا يحتاجها. الاطفال ساعات مش بتحبها، فانا الطريقه اللي انا بعملها لبناتي ان انا بحط لهم عليها سنه عسل نحل، بدوبها مع الخل والليمون والتوابل اللي انتوا تحبوها، بحب الزعتر قوي معاها. الميكس ده كده على طبق السلطة بيفرق معاهم وبيحببهم في السلطة قوي. ممكن تشيلوا قشر الخيار لو هو بيديهم ممكن سنة مرارة، قللوا من البقدونس او مثلا الجرجير برضو بيكون فيها سنة مرارة، او تزودوا من العسل النحل، حاجات دي هتفرق معاهم برضو. حببوهم في التمر باكتر من طريقة، ممكن تحطوا لهم التمر، تحطوا جواه زبدة فول سوداني وتحطوا عليه من بره شوكولاتة سايحة، او ترشوا عليه يعني على زبدة الفول السوداني دي وهي طالعة تحطوا عليه شوكولات سبرينكلز كده اللي هي الفتفتة دي. ايه تاني؟ يعني المهم ان احنا الحاجات طبعا الفاكهة المجففة بتاعت رمضان، القراصية، كل انواع اليميش، المكسرات، فرصة بقى ان احنا الحاجات دي تبقى موجودة في البيت نحببهم فيها ونشجعهم ان هم ياكلوها. وكوسانت طيبين، ولو عندكم مواضيع معينة عايزيني اتكلم فيها في رمضان قولولي. I think معظم المواضيع موجودة هنا على القناة، بس برضو في مواضيع عارفة ان انتوا حابين نتكلم عليها من اول وجديد هنعملها، بس لو في مواضيع معينة اكتبولي في الكومنتس واكيد هعملها. Thank you.